أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من المشهد إلى تونس الآن، حيث أكدت مصادر صحفية أن المكلف تشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي سيعلن عن تشكيل الحكومة الوزارية بداية الأسبوع المقبل، وبذلك سيكون قد استفاد من المهلة الدستورية كاملة، وينتظر أن تتكون الحكومة الجديدة من كفاءات غير منتمية للأحزاب يتراوح أعضاؤها بين 18 و 22 وزيرا تشمل عددا من الوزراء المستقلين في الحكومة المستقلة. ويرجح مراقبون أن تحظى الحكومة بثقة النواب نتيجة مخاوف عديدة من الأحزاب من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قد تقلب المشهد السياسي رأسا على عقب. ورغم محاولات إثنائه عن موقفه، يتمسك المشيشي بتكوين حكومة من تكنوقراط، وهو ما أكده مرة أخرى في الجولة الثالثة من مشاوراته مع الأحزاب. نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. إذا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي من تونس عبر خدمة سكايب القيادي السابق في حركة النهضة الأستاذ عبد الحميد جلاسي. مرحبا بك أستاذ عبد الحميد وشكرا لك على قبول المشاركة معنا. إذا شارفت مشاورات المشيشي على نهايتها، ويبدو أن الرجل باقي متمسك برأيه في تشكيل حكومة تكنوقراط. هناك أحزاب كثيرة، النهضة وغيرها، التيار الديمقراطي وغيره، يحذرون من هذه التشكيلة ويعتبرونها تشكيلة لا تحمل أسباب البقاء. أنت كيف تنظر إلى اختيار المشيشي ودوافعه؟ شكرا أستاذ سمير، ومرحبا بكل مشاهدي قناة الأوراس. أنا أولا أريد أن أدقق أننا لسنا أمام تشكيلة، ما زال السيد المشيشي لم يدخل في تفاصيل تركيبته الحكومية، لا من حيث ضم الوزارات ولا من حيث عدد الوزارات ولا من حيث الأسماء بالأحرى. وكل ما يروج لحد الآن إنما هي مساهمات فيسبوكية في وضع ديمقراطي في تشكيل الحكومة. لكن نحن الآن أمام تصور، أنا أقول أنه الآن قطعت خطوتان أعتبرهما في اتجاه غير سليم. الخطوة الأولى هو لما عين السيد رئيس الجمهورية مرشحا من خارج قائمات كل الأحزاب، هذه أعتبرها نوع من الاستفزاز للكتل البرلمانية وللأحزاب وللبرلمان، وأيضا أعتبرها نوع من وضع المرشح أمام طريق الفشل. الخطوة الثانية هو لما أعلن المكلف رئيس الوزراء المكلف ورئيس الحكومة المكلف أنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة لا وجود لتمثيل أحزاب سياسية فيها. أنا أقول هاتين الخطوتان في الاتجاه غير السليم. بقيت الخطوة الثالثة، الآن نحن أمام حكومة ستمر أمام البرلمان، ولكن حكومة أسميها أنا حكومة اذهب أنت وأرمك فقاتلا، نعطيك التزكية وبعد ذلك نتركك تنعشك
مطالب الجماهير، مطالب الشارع، الضغوط المالية، طلبات الجهات المانحة، وأيضا الضغوط خاصة مع موجة ثانية الكورونا تتضح ملامحها بما يعني إغلاق أسواق الفاعلين الأساسيين أو المتعاملين الأساسيين. منع معتم، هل ستكون هذه أم ستكون مرحلة تدارك؟ بمعنى أن السيد المشيش الآن بعد أن ابتلعت الأحزاب السياسية حبة المرشح المشيشي وابتلعت أيضا حبة الحكومة في الكفاءات، الآن يولي الحديث أكثر من هي هذه الكفاءات، بالتالي يقوم بخطوة تجاه البرلمان وتجاه الأحزاب السياسية لمحاولة ترضيتها حتى تكون حكومة بتاع كفاءات، نعم مستقلة، نعم ولكن مستقلة حقيقة، لأن كلمة المستقلة هذه نعرفها، نسي هذه كلمة ملغمة، نعم هناك كثير من الشخصيات لا تنتمي لأحزاب ولكنها ولاءاتها وانتماءاتها الإيديولوجية، وقد يكون أو لا نفاجأ إن وجدنا أن السيد المشيشي من هذه الأسماء. إذا هل سيقوم السيد رئيس الجمهورية أولا والسيد المشيشي ثانيا، هل سيقومان بخطوة تهدئة تجاه الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية طيب حتى تمر الحكومة أمام البرلمان نعم بالتراضي لضمان طيب استاذ عبد استقرارها الحميد، وديمومتها وقدرتها على الإنجاز، أم سيواصلان سياسة لي الذراع نعم وسياسة المرور طيب، بالقوة؟ لو لم يمضيا رئيس الحكومة ورئيس الدولة في ما ذكرت هي عملية الترضية للأحزاب السياسية، أي مشهد سنجد أنفسنا أمامه نحن إذن؟ على كل، أنا لا زالت لدي ثقة وحسن ظن في السيد رئيس الجمهورية وفي عقلانية السيد المشيشي الذي سيسجل التاريخ أنه إما كان أحد المساهمين في إنقاذ وضع كارثي أو أنه كان مساهما في تعميق أزمة. ما زالت عندي ثقة فيه، وخاصة وأني أعتبر أن الأحزاب السياسية إن قطعت رئاسة الجمهورية والمرشح خطوة باتجاههما سيجدان منهما في تقديري سيجدان تفاهما، ولكن إن لم يحصل هذا سنجد حكومة الأرجح لدي أنها ستمر نظرا لأن الكتل والأحزاب تخشى الانتخابات، نظرا لأنها تخشى الفراغ في البلد، ونظرا لانها ايضا تخشى استمرار حكومه السيد الفخفاخ حكومه تصريف اعمال، فتمر هذه الحكومه ستكون حكومه خوف وحكومه اضطرار، ولكنها ستجد نفسها بعد مده حكومه يتيمه وحكومه تواجه المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وربما الامنيه طيب لوحدها، وستجد انفسها امام ازمه خانقه في الخريف القادم القريب جدا، وستجد انفسها امام مناورات الاحزاب، وبالتالي انا انصح الاحزاب والفاعلين ان لم يقوم السيد المشيشي ورئيس الجمهورية والأحزاب بجهد سياسي خلال الأيام الخمسة القادمة من أجل حكومة مقبولة للجميع تنال رضا البرلمان بتوعية وليس بإكراه، إن لم يكن هذا أنا أقول الأفضل أن ندعو لانتخابات سابقة لأوانها، وليس مناسبا أن نعذب التونسيين مرة أخرى، وليس مناسبا بعد سقوط حكومة الجملي وحكومة الفخفاخ نجد أنفسنا في شهر نوفمبر أو ديسمبر الماضي أمام سقوط حكومة المشيشي، نعم ونجد أنفسنا أمام رياضة تشكيل حكومة كل 4 أو 5 أشهر، جيد ليس مناسبا ولن يسامحنا الشعب إما الوضوح والتوافق واضح وحكومة تمضي برضا أو دعوة التونسيين إلى انتخابات سابقة لأوانها نعم نعم وإعادة الأمانة إلى أهلها. سأعود إليك أستاذ عبد الحميد بعد قليل. سليم الحكيمي الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلي عبر الهاتف من تونس، مرحبا بك أستاذ سليم، شكرا لك على قبول المشاركة معنا. ما تفسيرك لهذا الإصرار الذي يبديه لحد الآن المشيشي في إقصاء الأحزاب عن تشكيلة الحكومة القادمة، وهو يعلم أن الأحزاب هي مصدر قوته، مصدر شرعيته، مصدر استمراريته، هل هناك نية مبيتة إلى عدم الاستمرار في هذه الرغبة، لا ندري من أين، في عدم تمكين المشيشي من الاستمرار في هذه الحكومة بإصرارها على إقصاء الأحزاب؟ يعني تحية لكم لقناة المغاربية الموقرة وللسادة تحية المشاهدين قناة المستمعين. أوراس أستاذ سليم.
قناة أوراس يعني مؤخرا، عفوا. نعم شكرا لك. نعم العفو. وتحية لضيوفك. بالنسبة إلى الوضع في تونس، يعني مؤسسة الرئاسة تدرك جيدا أنه لا يمكن لهذه الحكومة أن تسقط في البرلمان، لأن سقوطها يعني حل البرلمان، وحل البرلمان يعني خسارة مجموعة من النواب معتصمين فيه في جلة جزائية، 70 نائب من البرلمان لهم قضايا مطلوبين في قضايا فساد. هذا الرقم لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى أن الكثير من هؤلاء تعبوا كثيرا حتى يصلوا إلى البرلمان كنواب برلمانيين. نعم. ونتذكر جميعا هذه المراحل الطاحنة التي تقع في الحملة الانتخابية البرلمانية، يعني لم يصلوا إلى البرلمان بسهولة بل بجهد جهيد. كل هذا التصور يجعله بين المطرقة والسندان، إما أن تقبلوا بهذه الحكومة أو أن حل البرلمان وهي من صلاحيات الرئيس. نعم. هذه نقطة هامة جدا، هذه تتكز عليها الرئاسة ويتكز عليها المشيشي في مقاربته، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا يوجد أي ناس يستطيع أو يفكر في التفريط في منصبه، لا من حركة النهضة ولا أي من حزب كان. هذه نقطة الارتكاز الأولى. نقطة الارتكاز الثانية أن السمت العام في تونس قد كره الأحزاب، والمعركة الأخيرة التي وقعت داخل الحكومة لا يمكن أن تقع إلا بين أحزاب، ولكن هي وقعت داخل الحكومة، وهذه الحكومة يعني عمل يقوم به وزير يعاقره الوزير الثاني، واندلعت الحروب من أول وجه من أول ما بدأت الحكومة، بالرغم من أنها كانت حكومة فيها مجموعة من الشخصيات الهامة جدا، ما عدا وزير أو اثنين أو ثلاثة من حكومة كاملة، ولكن كان هنالك أداء محترما للكثير من الوزراء والأسماء اللامعة التي إن فكرت في تغييرها لا يمكنك أن تخير هذا عن هذا. نجاحات كبيرة للسيد عبد اللطيف المكي، نجاحات كبيرة إذا لوزراء آخرين، بداية تلمس مرحلة طريق سياسي حقيقي، وهنالك حالة رضا عامة عن الحكومة وعلى الأهداف خاصة في المرحلة الأولى. ولكن رغم ذلك، رغم هذا الطاقم الوزاري الذي بدأ في تلك الفترة، إلا أنها الأزمة اندلعت، والحكومة التي كانت مطالبة بأن تمثل القدوة ولا تحارب الفساد، صارت تهمة الفساد تحارب تطاول رئيسها الجديد. أنا أعتبر أن المرحلة القادمة لا يمكن أن يضحي فيها أي نائب بمنصبه، وستمر هذه الحكومة ويمكن أن تمر ولكن بعدد قليل، يمكن 110 109 نائب، ليست بأغلبية لتعبر الأحزاب من خلالها عن غضبها عن استبعاد مجموعة من الأحزاب، يعني لا يمكن أن تمر بأغلبية، لأن الأحزاب التي ستوافق، لأنها عندما لا توافق على هذه الحكومة ستجد نفسها إذا معضلة ثانية، هي حل البرلمان وانتخابات سابقة لأوانها، ولكن السؤال المطروح ليس انتخابات سابقة لأوانها ولكن بأي قانون انتخابي. طيب، هذا بالنسبة لل، لكن هو أستاذ سليم، أستاذ سليم، هناك حديث على أنه حركة النهضة وقلب تونس كونا مع بعض الأحزاب الأخرى والمستقلين جبهة فيها 120 شخص تقريبا. إذا هذا الكلام، وهذا وقع طبعا في 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 30 جويلية الماضي، كانت ظاهرة في مسألة التصويت على رئيس سحب الثقة من رئيس البرلمان، إذا هذه الجبهة استمرت في العمل، فحكومة المشيشي لا يمكن أن تصل إلى 109، يعني قصارى جهدها 97 صوت، يعني فهي لن تمر في كل الحالات إذا لم توافق هذه الكتلة لأقلها 120، ممكن تصل إلى أكثر من ذلك. يعني مشهد فعلا سريالي نحن أمامه في تونس، ولا ينبئ دعنا نقول بأي خير أو أمل. دعنا نقول على كل حال، هذا الرقم الذي ذكرتموه شديد الصحة، هذه الكتلة التي جمعت نفسها وقالت أننا سنقترح مقترحا على الرئاسة، والرئاسة تتصرف بهذه الطريقة ولا يمكنها أن تحيد عن مقترحنا، ولكن الرئاسة كان لها مقترح آخر، وحدثتك عن الأسباب المنطقية التي ترتكز عليها الرئاسة في ذلك حسب رأيي. نعم. ولكن هذه الكتلة لن تواصل في هذا العمل في هذا الخيار، لأنه ما يقابله هو أخطر من ذلك. يعني أنا الآن أتحدث عن شيء آخر، أن التونسيون، نعطيك بعض الأرقام التي وقعت اليوم، أكبر اليوم
اليوم رقم اليوم معهد الاحصاء يقدم رقم تونس الا 10% نسبه نمو، والبنك المركزي يقدم الا 20. هذه مؤسسات دوله تتصارع فيما بينها. هذا هو جوهر المشكله في تونس. جوهر المشكله ان لا يوجد هنالك اداء جماعي. الاداء الجماعي في الدوله مفارق لبعضه، وامتد شرخ عموديا وافقيا في كل مؤسسات الدوله، وصار البنك المركزي ضد معهد الاحصاء، وهكذا كل هذه مؤسسات الدوله. المعركة بين البرلمان وبين الرئاسة وبين الحكومة هذه كلها انسحبت وسالت وساحت على كل مؤسسات الدولة، وهذا هو الخطر. من يدفع هذه الضريبة؟ يدفعها الطبقة الأقل الأكثر فقرا. نعم. الطبقة هي المتضررة الأولى من هذه، وأنا أدعو في هذه المناسبة التريث في اختيار الوزراء. الرئيس يتجه الى تجمعات وزاريه، يمكن ان تكون هنالك وزاره الاستثمار والصناعه يريد ان يجمع مجموعه من الوزارات، سيذهب الى حكومه مصغره، وهو يصر على رئاسه تصر على هذه الحكومه المصغره، والاحزاب لن تجد مناصا من التصويت على هذه الحكومه. السبب الرئيسي هو عدم حل البرلمان. أنا مع اعتراض التيار الديمقراطي، ولكنه لا يمثل الوزن الحاسم مع اعتراض مجموعة من التيارات. حركة الشعب وكتلة المستقبل، كتلة المستقبل لها تحفظ، ولكن حركة الشعب موافقة، كتلة الإصلاح موافقة، عبيد الموسي موافقة، وجماعتها موافقون على هذه، لأنهم يعتبرون أن التيار الأساسي السياسي في تونس هو حركة النهضة، قد أخرج من اللعبة وهذا هو همهم، ولكن نسوا أن الأمر لا يمكن أن يحل بهذه الطريقة. هذا طيار أصيل موجود في البلاد، لا يمكن إلا أن تتعامل معه. هم لا يتعاملون طيب معهم بهذه العقلية. نعم. ابقى معي أستاذ سليم، سأعود إليك بعد قليل لو سمحت لي. أستاذ عبد الحميد جلاسي، يعني السيناريوهات كلها مفتوحة الآن، ستمر بحكم الضرورة، لن تمر، لكن في كل حالات لو مشينا في سيناريو أنها قد لا تمر هذه الحكومة، سنجد أنفسنا أمام انتخابات أخرى، سيطرح السؤال مرة أخرى، بأي قانون انتخابي سنواجه هذه الانتخابات الجديدة التي ستفرز مشهدا متشظيا مرة أخرى، أو مشهدا مقلوبا تماما مرة أخرى مع بروز نجم الحر الديمقراطي، التيار الحر الدستوري؟ وبالتالي ذهاب في بعض يقول الذهاب في انتخابات سابق الأوانها شيء من المغامرة غير المحسوبة، ما رأيك أنت في هذا الكلام؟ هو على كل، احنا الان انا بطبيعة الحال القانون الانتخابي له مسؤولية كبرى في المشهد الحالي، ولكن هذا كان معلوم من الجميع. بالتالي البرلمان الحالي هو نتيجة هذا القانون الانتخابي، بالتالي انا لا احمل المسؤولية فقط للقانون الانتخابي، وانما احمل المسؤولية للفاعلين داخل البرلمان الذين جاء بهم هذا القانون الانتخابي، لكنهم لم يتعاملوا مع الأرقام تعاملا سياسيا، تعاملوا معها تعاملا جبريا أريتمتيك. بالمعنى اللي من البداية كان واضح للبرلمان هذا عكس برلمان المجلس الوطني التأسيسي وعكس برلمان 2014، هو برلمان دون عمود فقريا. في برلمان سنة 2011 مجلس تأسيسي كان هناك كتلة فيها 89 نائب على 217، في 2014 كانت كتلة فيها 86 نائب على 217 مع كتلة ثانية كانت تضم 69، بينما البرلمان 2019 هو لزج سائل متشظ وفيه كثير من الصراعات التاريخية والإيديولوجية. هذا الواقع كان مفروض أن يتم التعامل معه، والتعامل مع هذا الوضع لا يمكن إلا أن نقبل بعضنا بعضا، أن نتنازل جميعنا بعضنا. طيب وهذا أستاذ عبد الحميد هذا حصل مع حكومة الفخفاخ، الكل كان يشكر في وزاراتها، لكن مع كل أسف تضارب المصالح أسقط كل شيء في الماء يعني. لا لا لا، حكومة الفخفاخ لم يسقطها موضوع قانون المصالح. حكومة الفخفاخ كان من البداية واضحا أن هناك أطراف اضطرتها الأوضاع للتصويت عليها لكي تتجنب الانتخابات، وكانت من البداية تضمر أن تسقطها. ثانيا، حكومة الفخفاخ وجدت نيرانا صديقة
من مكوناتها وبين مكوناتها أكثر مما وجدته من المعارضة. نحن أمام صيغتين، أمام احتمال أنه نتعامل نغير القانون الانتخابي بحيث يفرز أغلبية، وهذا صعب لأن رئاسة الجمهورية اتجاهها هو قانون انتخابي يذهب للتمثيل الاسمي وليس لإفراز أغلبيات. وإما أن نتعود أن نتعامل مع الأوضاع كما هي، وأن نقترب بعضنا بعضا، وأن نشتغل في مجال السياسة ونبحث عن مشتركات، وأن نركز على القضايا الجماهيرية، القضايا الاقتصادية الاجتماعية، وأن نتخلى عن الإرث التاريخي والصراعات الإيديولوجية في انتظار توفير ظروف لتغيير 3 قوانين أساسية. تعديلات أصبح الجميع يتحدث عنها في الدستور، نعم، تختلف في عمقها بين مراجعة جوهرية للدستور ننتقل به من الجمهورية الثانية للجمهورية الثالثة، وبين أطروحة أخرى هي التغييرات في صلب دستور الجمهورية الثانية، نعم، قانون الأحزاب الذي يحتاج إلى تغيير، والقانون الانتخابي، ولكن هذا يحتاج إلى نوع من المناعة. نحن مطالبون الآن أن في تونس أن نشتغل على مسارات 3، مسار الحكومة، ومسار تغيير مجموعة القوانين هذه، ومسار المصالحة الوطنية وتقبل التونسيين بعضهم بعضا. هذه يجب أن نشتغل عليها كحزمة متكاملة. جاي. وهنا لما ألح الآن على أنه يمكن أن نشتغل ونستغل الأيام الخمسة المقبلة لتواصل وسياسة وتحاور وتشاور بين رئيس الحكومة والمكونات حتى لبلورة صيغة حكومة كفاءات مستقلة، ولكنها تنال رضا الجميع بما يوفر لها المرور أمام البرلمان والاستقرار والانسجام الداخلي والقدرة على الإنجاز والديمومة لسنتين على الأقل حتى تستعيد ثقة المواطنين. هذا ممكن، لكن إن مشينا في غير هذا سندخل دائما في مسارات كلها غامض، بعضها يوحي أو يوصلنا إلى انتخابات سابقة لأوانها، ولكن البعض الآخر يمكن أن يوصلنا إلى حالة انفلات لا يقدر أحد على التنبؤ بمآلاتها. طيب سأعود إليك لأسألك عن كل هذا الذي تطرحه، أسبابه متوفرة أم غير متوفرة، ومن سيتولى ترتيب هذا الأمر؟ لكن بعد قليل أستاذ عبد الحميد. ينضم إلي أستاذ نجيب مراد عضو المجلس التأسيسي. مرحبا بك أستاذ نجيب، سأتيك بعد دقائق معدودة لأختم مع الأستاذ سليم الحكيمي. أستاذ سليم، الآن أمام هذا التشظي الذي نراه في البرلمان وهذا الصراع الديولوجي في كثير من الأحيان والمصلحي كذلك في أحيان أخرى بين الأحزاب والشخصيات السياسية، هل حكومة المشيشي قادرة في هذا الجو المشحون على مواجهة كل هذه المخاطر والملفات الحارقة الاقتصادية والاجتماعية؟ من سيسندها إن لم تسندها الأحزاب؟ هل المنظمات الاجتماعية أم ماذا؟ نعم، هنالك تأكيدا لقولكم هنالك مشاكل متواصلة، أحداث الكمور متواصلة، الدكاترة متواصلون، اليوم هنالك اعتصام في العاصمة أمام اتحاد الشغل، الطلبة المعلمون العاطلون عن العمل مقبلون على سنة سياسية، أرقام تتحدث عن تراجع اقتصادي 21% في الثلاثية الثانية، 264 ألف عاطل عن العمل جديد ينضاف في نسبة بتارة 18.6%. ليفهم السيد المشاهد ما معنى حجم التصدي الذي وصلنا إليه سياسيا، نقارن بين البرلمان الحالي والبرلمان السابق، يعني لا نتحدث عن زمن الوسط بالأندلسي على الأقل زمن التأسيسي. البرلمان الحالي فيه 31 فصيل سياسي، 18 حزب و13 قائمة، وبينما البرلمان السابق فيه 18 فصيل سياسي، 15 حزب و3 قائمات فقط. أنا ما أريد أن أبينه أن الجميع يتحمل المسؤولية بما فيهم الذين أسقطوا حكومة الجملة. السؤال المطروح، من الذي أسقط حكومة الجملة حتى وصلنا إلى حكومة البكفاخ؟ لأن هنالك أيضا أطراف من داخل حركة النهضة لم ترد لحكومة الجملة أن تصل إلى الجملة أن يقودها، لأن هنالك وزراء رشحوا وأرادوا أن يترشحوا صلب حركة النهضة ولكنهم لم يجدوا أنفسهم.
ولم يصوتوا في البرلمان، وشاهد الناس كل هذا من داخل حزب حركة النهضة أيضا. نعم. لم يوافقوا على حزب الجملي، فلذلك لا نبرئ أي طرف مما وصلنا إليه حتى آل الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي تصرف وفق الدستور، إلى حد الآن لم يخرق الدستور، ولذلك الجميع لا يوجد أحد مبرئ من هذه العملية. الأحداث التي الآن حركة النهضة، بالنسبة إلى حركة النهضة على الأقل لديها مجلس الشورى، أبدت مجموعة أبدت مرونة في البداية، أرادت أن تفرض الحكومة السياسية، ولكن يبدو أن الطريق غير سالكة. هي تنتظر قرار مجلس الشورى، ولكن الآن ما لا يمكن أن ينتبه إليه السيد المشيشي وسيد رئيس الجمهورية أن كل تبعات القرارات التي ستقع هي ستقع على عاتق رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة أساسا. لأنهم يعرفون أن المشيشي معين من رئيس الحكومة، وهو اختياره الذي اختياره الشخصي الواضح، وليس ممن تواطأ وتواضع عليه الناس. ولذلك العملية الصراعات في تونس ليست صراعات حزبية كما يصور، وليست صراعات إيديولوجية. هذه بالرغم في ظاهرها هكذا، ولكن هي صراعات حزبوية تريد أن يجر كل، كما تقول العرب، كل يريد أن يجر النار إلى قرصه. وداخل الأحزاب نفسها، داخل شقوق الأحزاب نفسها، هنالك شقوق تتصاعد، واضح جدا، شقا من وزرائها. نعم واضح جدا أستاذ. المسؤولية مسؤولية جماعية، ولا أحد يستطيع أن يتصدق بأنه مبرئ منها. نعم شكرا لك أستاذ سليم الحكيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من تونس نجيب مراد، أرحب بك مرة أخرى. كيف تنظر إلى هذا الواقع؟ هل هناك شعبيا يعني في الناس، ماذا تحكي الناس عن الحلول للخروج من هذا الواقع المر حقيقة؟ من خلال معاينتنا لنبض الرأي العام، نلاحظ أن هناك إحباط من النخبة السياسية وأدائها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك قلق من تدهور الطاقة الشرائية في ظل ظرف استثنائي بسبب الكورونا وما تبع ذلك من إجراءات استثنائية، وكذلك توقف نشاط بعض القطاعات الاقتصادية. يعني هنا يعني قلق، معناته هذا نراه يوميا من خلال النقاشات والحوارات، والناس تنتظر تشكيلة الحكومة، ولكن لا تنتظر منها الكثير، باعتبار أن ما سبق تشكيل هذه الحكومة من مزايدات سياسية ومن صراعات حزبية، وآخر ما يفكر فيه السياسيون هو مصالح الشعب. نعم. هذا ما لاحظناه في النقاشات يوميا. الناس ينتظر الأسبوع القادم، ولكن لا أعتقد أنه شخصية المشيشي ستكون هي الشخصية الأقدر على معالجة الوضع الحالي. وهنا نحب نأكد على أن المسؤولية التاريخية فيما حصل إلى الآن تتحمله بدرجة أولى مؤسسة الرئاسة، لأنه كيف يتم اختيار مرشح لأقصد الفقفار لرئيس الحكومة دون التثبت من وضعيته؟ هل تتعلق به شبهات فساد؟ هل هو قادر على أداء مهمته في هذا الظرف العصيب؟ وكذلك مجلس نواب الشعب يتحمل المسؤولية فيما حصل إلى حد الآن، باعتباره هو الذي صادق على حكومة الفقفار. من غير معقول أنه الجميع يكتشف أن هناك تضارب مصالح بعد أن يتم تشكيل هذه الحكومة والمصادقة عليها في البرلمان. الإشكال المطروح أمام المشيشي الآن ليس في الأسماء أو الأشخاص، بل في البرنامج. هل هذا الشخص المعين له برنامج قادر على معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الحالية؟ رغم قناعتي أنه الإدارة التونسية إدارة قوية، وثبت ذلك خلال الأيام الأولى للثورة، ولو حتى بقينا من غير حكومة من غير وزراء، هناك مديرين ومديرين عامين قادرين على تسيير كل الأنشطة وكل الإدارات والوظيفة العمومية في ظل عدم وجود حكومة معينة، رغم أن الوزير هو معناته يعني هو سافوست بوليتيك، معناته هو منصب سياسي يأخذ قرارات وعين، ولكن الإدارة التونسية على قدر كبير من الحنكة والتجربة والقوة اللي هي ممكن أن تسير البلاد، رغم الصراعات الفوقية معناته بين الأحزاب والتداخل بين الرئاسة الجمهورية و رئاسة المجلس نواب الشعب وأطراف تفكر فقط في مصلحتها الحزبية وفي الموقع. واضح جدا أستاذ نجيب مراد عضو المجلس التأسيسي، شكرا لك على نقل هذه الصورة خاصة الشعبية للمشاهد. أستاذ الحميد أختم معك في دقيقتين حتى أقل، المصالحة ممكنة أم لا؟ ومن يمكن أن يبادر بها في هذا الجو المشحون بتقديرك؟ ولا ممكن أم لا؟ دائما نقول ممكن في السياسة، دائما
لا يوجد مستحيل لكن بشروطه. ودائما كما يقال مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، مطلوب من البداية تفكيك لغم غياب الثقة ما بين الأطراف المختلفة. الآن الأستاذ سليم تحدث قليلا عن المشكلة بين الأحزاب وحتى داخل الأحزاب من أيضا ما نتجدها، فلا بد من معالجة لموضوع هذه الثقة. لمن المبادرة هي كما قلنا هو قابلية واستعداد جماعي، لكن الآن ربما لرئيس الجمهورية أن يبادر بيجمع مختلف من الأطراف، توجد من آليات من أجل الشيء هذا. للحد الآن رئيس الجمهورية للأسف الشديد لم يبدو أنه قد لبس جبته كرئيس الجمهورية التونسية، لازال أقرب إلى المرشح يخوض حملته الانتخابية وفقا لبرنامجه. هل يمكن أن يتحمل رئيس الجمهورية هذه المسؤولة؟ أنا أقول ممكن ومطلوب منه، والتاريخ سيحكم عليه انطلاقا من هذا. وان تقدم خطوه انا اتصور ان الاحزاب وخاصه الاحزاب الديمقراطيه، لانه الان نحن مهددون بالشعبويه باطراف لا تعترف لا بالثوره ولا بمنجزات الثوره ولا بدستور الثوره، تعيد ان ترجعنا الى الخلف. بالتالي الان مطلوب من العقلانيين من الديمقراطيين ان يعوا الاختلافات الجزئيه على قاعده الدستور ومنظومه القوانين التي كسبناها بعد 2011 مع خلاف جوهري مع غير الديمقراطيين، مع غير الذين لا يعترفون بالثوره. العقلانيه دائما يمكن ان نجد حلول، واملي أنه في هذه الأيام القريبة القادمة أنه يمكن أن تصل حكومة تمر البرلمان برضا أغلب الفئات، وتعطينا أيضا أملا في أنه نتطرق لبقية الملفات ومن ضمنها موضوع الدستور وقانون الأحزاب والقانون الانتخابي وقطع الخطوات في شكرا اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة والاعتراف بعضنا ببعض. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحميد جلاسي، القيادي السابق في حركة النهضة. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. موعدنا بحول الله في لقاءات أخرى. السلام عليكم.